أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الأفضل، حفظ القرآن أم طلب العلم؟ كلاهما لا يتنافي بينهما، بإمكان الإنسان أنه يحفظ القرآن ويطلب العلم، يوزع الوقت، يجعل وقتا لحفظ القرآن ويجعل وقتا لطلب العلم. وحفظ القرآن طلب علم، هو من طلب العلم، فلا تنافي بينهما، يجمع بينهما. نعم.